السلام عليكم. جزء كبير من الإحساس بالسعادة هو أن يحب المرء الطريقة التي يشعر بها. إن كنت غير سعيد فهذا يعني أنك لا تحب الطريقة التي تشعر بها في الأماكن التي تتواجد بها أو العلاقات التي تعيشها. واعلم أن هذا الإحساس ما هو إلا ناقوس يدق لك، كي تتذكر أن هناك ما ينبغي أن تفعله كي تسترد حياتك وأحلامك وسعادتك، كي تذكر قلبك وعقلك أننا كبشر ولدنا لنعيش في حالة تقدم متواصل، ولزاما علينا دائما إدراك الحلول لما يعوق تقدمنا ويستنزف طاقتنا وإحساسنا بالنجاح والراحة والرضا عن الحياة التي نعيشها. لا تضيعوا حياتكم في الشكوى، استردوا سعادتكم بأيديكم، والله يحفظكم ويحفظ بلدكم.